كملين سلمى بصباحنا لليوم ومشاهدينا، رح نحكي اللي بضمن فقرتنا لليوم ضمن الظروف الحالية والأزمات اللي عم نعيشها. الإعلام ودوره كتير مهم سلمى أكيد يعني، ولكن صحيح. للأسف شفنا إعلاميين غردوا خارج السرب، يعني راحوا يهتموا بقصص وقضايا ما كتير بتهم الشارع، بالمقابل في قضايا كتير مهمة مفروض اليوم الإعلام يسلط الضوء، يسلط المشكلة، يتوجه للجهات المعنية اللي ممكن تساهم بهيئة الحلول وما يروح للمواضيع اللي ما كتير بتهم الشارع وبتهم الرأي العام. اليوم معلومات كتير وأسئلة حيجاوبنا عليها الإعلامي غسان فطوم، وحضرتك رئيس قسم التحقيقات الصحفية. صباح الخير حضرتك. شكرا، صباح النور لكم ولمشاهدي الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك أستاذ غسان، ضيف عزيز على صباحنا غير، إلنا دائما محطات معك وخصوصا بالمناسبات الخاصة بتكون حاضر معنا. خلينا نبدأ اليوم من دور الإعلام بتثقيف المجتمعات والمسؤولية الحقيقية التي تقع اليوم على الإعلام. كل مشكلة تحدث في المجتمع أول من يتوجه له الناس هو أين الإعلام؟ أحياناً كثير بيصير في خلط بين سلطة الإعلام اللي هي سلطة ضمنية وبين السلطات الأخرى اللي موجودة خليني أقول بالدولة، والإعلام يكون جزء من تسليط الضوء لهذه السلطات اللي عملها. اليوم لما نحكي عن دور الإعلام في المجتمع هو عنوان كتير عريض وكتير كبير، إذا بنقدر ولو نضيء جزء بسيط عن دور الإعلام في المجتمع. طبعا أنت عم تتحدثي عن موضوع كتير هام اللي فينا نحن نلخصه بكلمتين، المسؤولية الاجتماعية للإعلام، وهو حقيقة مصطلح اليوم يتم تداوله كثيرا بين المثقفين، بين الأكاديميين، بين الاختصاصيين، وكذلك عبر وسائل الإعلام. ليش؟ لأن المسؤولية الاجتماعية اليوم خاصة في المجتمعات التي تعيش أزمات كسورية، التي تعيش في حالة حرب منذ أكثر من 10 سنوات، وضع اقتصادي الكل يعرف هذا الوضع الذي يتأزم يعني، فبالتالي هون يبرز دور الإعلام في تعزيز وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية للأفراد. والمسؤولية الاجتماعية إذا بدنا نحن نناقشها كمفهوم، هي عبارة عن نظرية أخلاقية سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للمجتمع، من خلال الالتزام بالقوانين التشريعات، أيضا من خلال القيام بكل ما من شأنه خدمة هذا المجتمع. لذلك اليوم تعزيز المسؤولية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام عملية كتير مهمة. ليش؟ من خلال تعزيز المسؤولية الاجتماعية نحن نصل إلى الفرد المسؤول أو الملتزم اجتماعياً. كلما كان الفرد ملتزم اجتماعياً كلما كان المجتمع حضارياً، وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك وقال أن حضارة المجتمع، تقدم المجتمعات تقاس بمدى الالتزام الاجتماعي من قبل الأفراد ومن قبل المؤسسات. أيضاً المسؤولية الاجتماعية تلعب دوراً في الاستقرار النفسي في المجتمع عند الأفراد، عندما يكون أنا وأنت مستقر يعني عندنا استقرار نفسي، عندنا استقرار اجتماعي، فهذا يعني أننا قادرون على الارتقاء في مجال العمل. عندما تكوني أنت مرتاحة في هذا الاستوديو تبدعين، أما إن كان هناك أي منغصات أو أي عثرات ممكن تشغلك بالك، ما تقدر تقدم الشيء اللي بدك إياه بالطريقة اللي أنت بدك إياها، وبالتالي اللي ممكن تعجب الجمهور. لذلك نحن اليوم منعول كثير على دور الإعلام في ترسيخ وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية. السؤال كيف؟ طبعا من خلال إنتاج برامج بتحض الناس، بتحض المجتمع ككل على الالتزام بالقوانين، على الالتزام بالعادات. يعني أنا ما فيني أنا نظر، قصدي بهذا الكلام الخروج من عباءة البرامج التقليدية. اليوم أنا بدي أسأل سؤال كإعلامي أو كمؤسسة إعلامية، ماذا يريد وماذا يحتاج المجتمع السوري؟ انطلاقاً من إجابتي على هذا السؤال، أنا يمكن كإعلامي أو كمؤسسة إعلامية أن أمارس دوري التوعوي، دوري التثقيفي. فعلاً بالفعل العديد من الزملاء الإعلاميين اليوم يغردون خارج السرب. طيب يا أخي، مجتمعك مليان مشاكل، مجتمعك مليان فيه عم يعاني من صعوبات ومنعثرات. أنا بتأسف لبعض الإعلاميين يتغزلون أحياناً بقضايا، أو بالأحرى يتناولون موضوعات لدرجة الغزل والتماهي معها، وكأن هذا المجتمع السوري خالي من المشاكل. لا، أنت كإعلامي قائد رأي. ما معنى قائد رأي؟ يعني أنت موجه، أنت مؤثر. يجب أن تلعب دور الإعلامي الذي توعي المجتمع، توعي من حولك،
لذلك الإعلام هو الحامل الرئيسي، الرئيسي لقضايا التنمية، لقضايا المسؤولية الاجتماعية، لكل القضايا التي تخدم المجتمع وتكون في صالح المجتمع. تمام، حكينا عن الإعلام وعن دوره، خلينا نحكي عن الإعلامي. اليوم كيف قادر الإعلامي يأثر بالمجتمع ويأثر بالمستمع، يأثر إن كان الوسيلة الإعلامية سمعية، إذاعة أو تلفزيون أو حتى جريدة، الإعلامي اليوم كيف قادر يأثر بالمتلقي؟ طبعا قبل كل شيء نحن لازم نعرف أنه ميزة الإعلام هو الوصول إلى كل شخص، إلى كل المجتمع. يعني هاي الخاصية أنا كإعلامي يجب أن أغتنم هذه الخاصية، طالما أنا أعمل في وسيلة إعلامية تلفزيونية أو في وسيلة إعلامية إذاعية أو حتى في أي وسيلة أخرى، فأنا أملك خاصية الوصول إلى كل الناس في الوقت والزمان اللي أنا بدي إياه أو الذي أريده. انطلاقا من هذه الخاصية يمكن أن يكون دور الإعلامي فاعلا. كيف؟ يعني مثل ما قلت من شوي، أنا مفروض الالتزام بقوانين المجتمع، بالمعايير والأسس. المفروض أنا يكون في عندي التزام داخلي، أنا كصحفي عندي قوانين، عندي معايير، عندي أسس. إذا خرجت عن هذه المعايير، عن هذه الأسس، معناتها أنا أصبحت أعمل في الصحافة الصفراء التي تساهم في نكسة المجتمع وليس تنمية المجتمع. من هون ألا فيني أقول لك من تجربتي أنا باتحاد الصحفيين، نحن لدينا قوانين، لدينا معايير، لدينا أسس. كل صحفي يكون تحت مظلة الاتحاد يجب أن يلتزم بهذه المعايير وبهذه الأسس. وهناك شيء اسمه ميثاق الشرف الإعلامي أو ميثاق الشرف الصحفي. متى خرج الإعلامي من تحت عباءة هذا الميثاق فهو يغرد، كما قلنا في بداية هذا اللقاء، خارج السرب. لذلك الإعلام اليوم هو إعلام، يعني الإعلام يجب أن يكون ملتزم بالدرجة الأولى بقضايا المجتمع. ماذا يريد قلته، ماذا يحتاج هذا المجتمع اليوم؟ أنا بعطيك الأمثلة اليوم في سوريا كثيرة. اليوم الإعلام الوطني مطالب بدور كبير، خاصة الإعلام التنموي. الإعلام التنموي، وأنا أحيي زملائنا في وزارة الإعلام بالإعلام التنموي، خلال 10 سنوات حرب عمل الإعلام التنموي على الكثير من القضايا التي يعاني منها المجتمع، سواء كان دورا توعويا أو أي دور آخر. لذلك نحن اليوم في وسائل إعلامنا لازم نركز على الإعلام التنموي. كمان في شغلة كثير أنا كنت لازم أقولها، أنه تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لا يقع فقط على عبء على الإعلام أو على الإعلامي، لا، هناك مؤسسات أخرى أيضا يجب أن تكون حاضرة، الأسرة، المدرسة، الجامعة، بيئة العمل. بعطيك مثال الأسرة. الأسرة هي المعيار الأساسي للتنشئة الاجتماعية أساس. الأسرة هي نواة المجتمع. عندما أنشئ فردا في أسرة صالحة، أنا بالتأكيد بعد سنوات سوف أحصل على مجتمع متطور. ثم يأتي دور المدرسة، هي دور تعزيزي، دور حقيقة بتنمي شخصية المجتمع، شخصية الطفل أو التلميذ من خلال الروابط، من خلال القوانين. تعرفي بالمدرسة في عقاب وفي ثواب، التلميذ المجتهد يكافأ، التلميذ يعاقب. من هون نحن بنشوف، انت بتشوفي وانا بشوف مظاهر سلبية كثير وخاصة عند الشباب. يعني بكل أسف بتشوفي شخص عم يحاول يقطع شجرة في حديقة، عم يحاول يسيء للبيئة، عم يحاول مثلا يرمي حجر على سيارة إسعاف. هذه التصرفات هي نوع من اللامبالاة المستفزة للإعلامي، المستفزة لأي شخص بيحب هذا البلد. من هون دور الإعلامي، دور الإعلام بشكل عام هو توجيه هؤلاء الشباب، يعني خلينا نقول بين قوسين الطائشين، إلى الالتزام بقوانين المجتمع، بعادات المجتمع. اليوم أنت ما فيك تخرج خارج عادات المجتمع وخارج تقاليد المجتمع، يجب أن تلتزم، أن تلتزم بقوانين المجتمع حتى تكون فردا صالحا، وغير ذلك أنت تغرد خارج السرب وتستحق العقاب. أكيد. كمان أستاذ غسان خلينا ننوه شوي عن بعض الدور اللي بيلعبه الإعلام، وخصوصا بما يخص أحيانا العادات والتقاليد اللي أصبحت بحاجة إلى تغيير. هون بيلعب الإعلام دور كتير كبير طبعاً، لأنه الناس بتخاف توقف بوش تماماً خاف توقف بوش العادات والتقاليد، ولكن العمل الإعلامي ممكن يعطي مرونة من خلال ضخ حملات منظمة بشكل منظم. هلا الفترة الأخيرة شهدنا كثير من مشاكل العنف التي تعود إلى عادات وتقاليد ومجتمع أصبح بحاجة إلى التغيير بهذا الوقت، وهون دورنا أظن
حضرنا جرائم تعود ايضا الى عادات وتقاليد الثأر. نحن بعام 2022 نحن دولة قانون ومؤسسات. كلامك مزبوط. يعني صحيح. من غير المقبول ان يصبح صحيح. مثل هذه النوع صحيح. من الجرائم ما زالت موجودة بمجتمعاتنا. نعم نعم كلامك صحيح واضاءة كثير مهمة مفروض نحكي عنها، انه اليوم في عادات للأسف البعض بيعتبرها هاي ممنوع المساس بها، وهذا خطأ. وهم قضية السأر ولاحظت منذ أيام حدثت جريمة بوضح أنها في ساحة في دمشق. محافظة دمشق. وصنفت تحت السأر. طيب نحن في القرن 21 معقول في ناس تفكر بهذه العقلية؟ كل إنسان يخطئ، كل إنسان ممكن قد يتعرض لظروف قد يضطر لارتكاب جريمة، ولكن أنا في القرن 21 بعيش تحت شغلي انه انا لازم انتقم لاخي او انتقم لاختي لانه والله فلان قتل. لا، هي عادات وتقاليد بالي. هون الاعلام يجب ان يضوي على هذه العادات والتقاليد من خلال حملات توعيه، برامج توعيه، انه هذه العادات يا اخي انبذوها، هي عادات تضر بالمجتمع ولا تفيد المجتمع. يجب ان نركز دائما على نصف الملآن من الكأس، ما نطلع على شغلات تافهه. هذا هو دور الاعلام. أنا خاصة أنا فيني استفيد اليوم من خاصية الإعلام الجديد، هذا الإعلام الذي يعمل في فضاء رحب، اليوم يستفيد من ميزة الأونلاين، يتفاعل معي المئات الآلاف الملايين صح. أحيانا، فعندما أطرح قضية السأر، عندما أطرح أي قضية اجتماعية، أي عادة اجتماعية سيئة، أنه إحنا لازم نتركها، مثلا أحيانا تعدد الزوجات، الزواج العرفي، كثير في قضايا اجتماعية مهمة اليوم، التعنيف بالنسبة للمرأة، زواج قاصر، التعنيف بالنسبة للأطفال، هذه القضايا كثير مهمة اليوم لازم إعلامنا يضوي عليها. مفروض الإعلام ما يضل خارج البرامج المعلبة، خارج إطار الاستديو. أنا أحبذ دائما وقلتها في لقاءات سابقة معك، يجب أن نخرج خارج جدران الاستديو. الشارع يريد إعلاما، إعلام مواطن يشعر به، يقدم له ما يريد وما يحتاج. هذه نظرية في الإعلام لا يمكن تجاوزها. لذلك قضية العادات والتقاليد يجب أن نقترب منها، يجب أن نكسر الحاجز يا أخي. ما في شيء والله خط أحمر، لا، طالما هذا الخط الأحمر يضر بالمجتمع يجب أن يتخطى هذا الخط الأحمر. يجب أن تكون كل الخطوط خضراء، في طالما تخدم المجتمع، تخدم الأسرة، تخدم المدرسة، تخدم الجامعة، تخدم بيئات العمل. هذا هو دور الإعلام، الإعلام الملتزم بقضايا الوطن والمواطن، المسؤولية الاجتماعية. بقدر أنا ما بكون مسؤول اجتماعيا، بقدر أنا بكون ما منتمي بشكل جيد لوطني. يعني هون بتبين المسؤولية الاجتماعية من عدم المسؤولية الاجتماعية. يعني نحن في زمن كل منا مسؤول عن نفسه أولا ومحيطه. طالما أنا مسؤول عن نفسي، بعرف حقوقي، بعرف واجباتي، فأنا خاصة إذا كنت رجل إعلامي، أنا قائد رأي، فبالتالي نظرة الناس لإلي تختلف عن نظرة عن النظرة للآخر. لذلك الإعلام هذا الدور البناء يجب أن يكون حاضرا دائما في كل برنامج، في كل نشرة إخبارية، في كل نشاط إعلامي. يجب أن يكون الهم المجتمعي حاضراً أولاً بأول، وغير ذلك يبقى الإعلام في اتجاه آخر. تمام أستاذ، اليوم عم نشوف السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي بكل أفرعها، يعني منتشرة بشكل كتير كبير. نعم. اليوم فكرتك قادر توصلها خلال ثانية، يعني بس أنه نزل بوستك فأنت وصلت لآلاف المتابعين. بعكس يعني الإعلامي من زمان كتير كان يتعذب لحتى يقدر يعمل معلومة، لحتى يقدر يقدم المعلومة، كان ما كان في نت، ما كان يشتغل على الأبحاث، على الجرائد، على الكتب القديمة. اليوم ضمن هذا التطور وهذا السوشيال ميديا صار في توجهات تانية للشباب أصلاً، يعني بتحس أنه ما عاد لهم خلق يقعدوا يتابعوا تي في أو يسمعوا نشرة أخبار أو يشوفوا برنامج طبي. قلنا يعني الإعلامي غرد وهنن كمان طلعوا. نعم. فما بنعرف اليوم على مين الحق. اليوم شو دور الإعلام وكيف قادر أنه اليوم يوجه هذا السلوك بشكل صح؟ نعم، كما قلت اليوم نحن نعيش عصر السوشيال ميديا، عصر الإعلام الجديد الذي كسر القيود وعبر الحدود، ومن هون تأتي خطورة هذا الإعلام لأنه يعمل بدون ضوابط. وكما تفضلتي يعني بكلمة أنت بإمكانك توصلي إلى كل العالم، وبالتالي ليس كما كنت أعمل سابقا بصحيفة ممكن أن أصحح، أو حتى بنشرة تلفزيونية أو نشرة إذاعية أنا ممكن يكون عندي وقت ولو ثواني أني صحح. بينما في السوشيال ميديا هذا الفضاء الرحب خطر جدا، فهو سلاح ذو حدين، ويجب أن أعرف كيف أتعامل معه كمنظومة إعلامية أو أنا كشخص. من هون إذا بتلاحظي كل الدول اليوم اتجهت صوب تقييد، وضع معايير، وضع أسس لتقييد النشر، لأن بكل أسف
أصبحت هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي مباحة. خاصة في فيسبوك وتويتر، أصبحت يعني بيئة لنشر الشائعات، لنشر الأكاذيب. يعني بكل بساطة أنا ممكن أتنمر على أي شخص، أتنمر على أي مؤسسة بدون حسيب وبدون رقيب. من هنا أنا أشدد على أن يكون هناك قوانين. وفي سوريا نحن أصدرنا قانون للجريمة الإلكترونية منذ أكثر من عام، وحاليا جنبا إلى جنب أمام إعداد قانون أو تعديل قانون الإعلام الجديد. أعتقد أن هناك أيضا شيء يخص الإعلام الإلكتروني، يمكن أن تكون هناك شروط جديدة لضبط هذا الإعلام. أنت حر، قول رأيك، ولكن يجب أن لا تسيء تماما حريات. يعني حر أنت، أنا ما عندي مشكلة، ولكن قل رأيك بالتزام. يعني في عندك خطوط حمراء مثل ما حكينا من شوي، يعني لا يجوز أن تتعدى على غيرك، لا يجوز أن تتعدى على مؤسستك. يعني لو كنت تعمل في مؤسسة رسمية قل ما تقول، ولكن ضمن وثائق وضمن شروط تحميك وتحمي مؤسستك. أما أن تستغل هذا الفضاء الإلكتروني بدل ما تستغله بطريقة إيجابية، تروح تستغله للتشهير لوطنك، للتشهير بشخص أنت مثلا قد تكرهه، أو قد يكون زميل في العمل تفوق عليك فتجي أنت تقمنه بطريقة غيدية، لا. لذلك أنا مع هذه المعايير، مع هذه الشروط التي تضبط الإعلام الإلكتروني. الإعلام الإلكتروني له ميزة كثير إيجابية لو عرفنا فعلا نستغل هذا الشيء. هي كيفية الاستخدام. نحن نعاني من مشكلة بكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. من فترة أيضا قرأنا عن دراسات وأفلام وثائقية صنعت في الغرب، أبطالها هن صناع وسائل التواصل الاجتماعي اللي ساروا على هاي الوسائل بعد ما عرفوا لأي درجة أصبحت هي تعمل إدمان، لأي درجة أصبحت هي سلبية، لأي درجة بيلعب فيها. وأحد الجمل الشهيرة اللي قيلت بهاي الأفلام الوثائقية: إذا كان هناك سلعة مجانية تقدم لك فأنت المنتج وليست السلعة. فبالتالي نحن أصبحنا منتجات موجودة، من عم نقدم نفسنا مجانيا للناس للأسف. عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تمام. حديثنا عن القانون الإعلام حديث يطول، ورح يكون في إلنا لقاءات أكيد. أخرى ريثما تنتهي ورقة العمل على هذا القانون اللي ما زال الناس لسه بانتظار، وخصوصا العاملين بالصحافة بإصداره لهذا القانون، لأنه أكيد رح يكون في نقاشات طويلة عليه. بجملة أخيرة اليوم، ما هي النصيحة اللي بتوجهها لكل من يعمل في قطاع الإعلام لحتى يكون قريب من المجتمع وقادر أنه يوصل رسائل تهم المجتمع؟ طبعا هناك مسلبات في العمل الإعلامي. الالتزام، كل صحفي يعرف حقوقه ويعرف واجباته. فأنا طالما ألتزم بها، أعرف حقوقي وأعرف واجباتي، أعرف ماذا يضر المجتمع وماذا يفيد المجتمع ضمن هذه المنظومة، يمكن أن أكون إعلاميا ناجحا وإعلاما ناجحا. أما الخروج والتغريد كما قلنا خارج السرب فهو يفضي دائما إلى نتائج سلبية. الالتزام، المسؤولية، حتى يكون لدينا منظومة إعلامية مبتعدة إلى حد كبير عن النمطية والتقليدية، وبالتالي نكون أمام إعلام مبدع، إعلام مواطن يحقق ما يريده وما يحتاجه المواطن والوطن. أكيد. إن شاء الله. بنتشكر وجودك اليوم معنا. صباحك خير هيك على طول. صباح الخير مرة ثانية. وبنتمنى يكون اليوم الإعلام عن جد عم يأخذ دوره، إن كان بالشارع إن كان بالستوديو، يكون مرآة لكل الناس. يعني مو بس اليوم نطرح مشكلة، اليوم نحن كمان مفروض يكون في حلول، طرح حلول قبل ما. تماما. اليوم الإعلام فقط يجب أن لا يكتفي بالإشارة إلى الخطأ، ويجب أن يكون شريكا في صناعة القرار. وكما ذكرنا بالنسبة ولو كلمة أخيرة بالنسبة لقانون الإعلام الذي يجري حاليا العمل على تعديله، نتمنى أن يكون قانونا يؤمن بيئة تشريعية آمنة لكل الصحفيين، بما سواء كان بالإعلام التلفزيوني أو الإذاعي أو حتى في الإعلام الجديد، الإعلام الإلكتروني. شكرا لك الصحفي غسان فطوم على وجودك معنا ومشاركتنا هاي الفقرة الصباحية. شكرا لك. شكرا وأهلا وسهلا فيك.